اسئله محيره تتساءلها المراه بصوره متكرره حول الدماء التي تنزل عليها تترك الصلاه لاجلها ام تغتسل وتصلي فمنها الحيض وهو دم طبيعي يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومه خلقه الله لحكمه غذاء الولد فمتى رات المراه الدم جاريا من رحمها فهو حيض دون تقييد بدايته ولا نهايته بسن معين ولا حد لاقله ولا لاكثره بل ما راته المراه عاده مستمره فهو حيض والعاده الغالبه انها تحيض سته او سبعه ايام ويعرف الطهر من الحيض بنزول القصه البيضاء وهي سائل ابيض ينزل اذا توقف الحيض ومن لم يكن من عادتها نزوله فطهرها بالجفاف التام للدم والحائض تترك الصلاه والصوم الا انها تقضي الصوم دون الصلاه والاستحاضه هي سيلان الدم في غير اوقاته بسبب مرض وفساد من عرق في ادنى الرحم ويعرف دم الحيض من دم الاستحاضه بان الاول اسود ثخين كريه الرائحه ولا يتجمد اذا خرج والثاني احمر رقيق عديم الرائحه ويتجمد اذا خرج والاصل في كل ما يخرج من الرحم انه حيض حتى يقوم دليل على انه استحاضه لان ذلك هو الدم الاصلي الطبيعي ودم الاستحاضه كالمرض والاصل الصحه والمستحاضه تصلي وتصوم وتتوضا لكل صلاه اذا دخل وقتها ولها ان تجمع بين الظهر والعصر في وقت احداهما وكذا بين المغرب والعشاء تخفيفا عليها ولكنها تترك الصوم والصلاة أيام عادتها في الحيض وللمستحاضة مع الحيض ثلاث أحوال أن تكون لها عادة قبل استحاضتها فتمكث مدة عادتها ثم تغتسل وتصلي ألا يكون لها عادة ولكنها تميز دم الحيض من غيره بصفاته فتمكث الأيام التي ترى فيها صفات دم الحيض ثم تغتسل وتصلي الا يكون لها عاده ولا تمييز فتجلس غالب الحيض وهو سته او سبعه ايام من كل شهر اما النفاس فهو الدم الخارج من الرحم بسبب الولاده ولا حد لاقله ولا لاكثره ولكن اغلبه اربعون يوما قالت ام سلمه كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس اربعين يوما فعلى المراه ان تحرص على تعلم هذه الاحكام وتتحرى في صلاتها وعباداتها لتفوز برضا ربها وثوابه في جنات النعيم